سراج الله، الإخوان. إحنا اليوم في مدينة برشيد كونترول، مسابقة العيون الطاح منظمة من طرف نادي عاصمة الأنوار. غادي نقدموا لكم اليوم الكونترول ديال هذه الحمامة اللي ديكلارات في الوحدة و42 و9 الثواني، واللي كيخول لها تكون ما بين الحمام الأول اللي أعلن في هذه المسابقة إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لصاحب الحمامة أحمد قاسمي، ملقب بمونيخة، معروف بمدينة برشيد عن جمعية أبطال ولاد حريز الثقافية والرياضية لرياضة حمام السباق. غادي نقدموا لكم البطال ونقدموا لكم الحميمة كذلك في عملية كونترول. أخ حميد المينوري اللي غيتقدم، شوفوا الكاشي ديالها. بالنسبة للسيري، السيري ديال الحمامة هو هذا 20/19/338 ماروك. هذا اللونجمون ديالها 19/33/8، اللونجمون ديالها 7/7 دقائق. المكانة التوقيت ديالها 1:42.9 ثواني. بالنسبة للأخ أحمد غيتكلم لنا على الحميمة إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة للحمامة دارت هذه العيون في 2021، وعاود ثاني عيون طرفاية في 2022، وهي لعبت ثاني في 23، وهذيك السيمانة لعبت حيم القور بعد 400 مرمى ميركي بيتلا، صارت ثاني العيون هاد الابطال والمبارك سخر سخر دار الله. بالنسبه سولتينا السؤال ديال والديها، ما المانيا وبا اسبانيوي، هذا هو اللي كاين. تبارك الله، اللهم بارك. ايوا كنشكروا الاخ احمد وهاد الانجاز هذا، راه مبروك عليك الاخ احمد، راه بطل اخويا باش دخل هذا الوقت، راه بطل. هاد الانجاز هذا راه تاريخي وغيبقى مسجل، عيون ما ساهلاش مدينه برشيد، وشرف كل الاتحاد الابطال الشاوي ولا الشاوي كامل شرف اليوم هادشي. مبروك عليك الاخ، مبروك احمد، كلمه البطل، كلمه الاخ عبد العزيز بحق مونيخه ديما كيبقى بطل. شحال من مره ديكلارا، ماشي راه غيديكلاري اول مره، راه فايت ندخلها في نهار ديكلاري بروميا تروازيام، ياك كانت عندو بروميا تروازيام، مونيخه راه معروف. مبروك عليك. بالنسبه لشنين المقوله الشهيره؟ الشهيره مومو السيكولا، اللهم بارك. هاني مونيخه.